المعركة مازالت متواصلة، حتى في علاقة بإرجاع الأعداد مازالت المعركة متواصلة، خاصة وأن الأسباب اللي أدت للأزمة الحقيقية هي مازالت موجودة، في علاقة بتطوير البنية التحتية، في علاقة بالمعلمين النواب، في علاقة بالمجازر اللي قام بها وزير التربية، في علاقة بالمعلمين حجب أجور إلى حد الآن، إعفاء 170 مدير وعدم إرجاعهم إلى سلف نشاطهم، هذوما الكل ما زالت قائمة ويعني تنبأ بانفجار حقيقي في العودة المدرسية الحالية. هو مش تقسيم نقابيين بقدر ما هو الخطوة اللي أقدمت عليها وزارة التربية الحقيقة، ولا واحد كان منتظرها، اللي هي حجز الأجور. معناها مش يعني الطريقة اللي استعملها وزير التربية طريقة غير قانونية وغير أخلاقية، ويعني طريقة متاع قطعة عرق، ما نعطيكش الأجر متاعك، يعني مش تقسيم، انه فما انسان، فما ناس عندهم حالات اجتماعيه، فما شكون ولده مريض، فما شكون يعمل في الشيميو، فما شكون يعمل في الدياليز، هذوما الكل يعني الارباك اللي صار لهم يعني والخوف اللي صار لهم من جراء افعال وزير التربيه اللي طبعا نعتبروها احنا لا اخلاقيه ولا قانونيه. صراعنا مع وزارة التربية، وزارة التربية تحاول أن تنأى بنفسها على الصراع وتدخل الأولياء في هذا الصراع حتى في إضراب يوم ويومين. نحن مشينا من الإضراب إلى حجب الأعداد، على الأقل حتى العملية التمدرس ما تتمسش، إلا أن وزارة التربية عوض أن تجلس وتجد الحلول لهذه المشاكل يعني تطلق العينين طبعا إلى صفحاتها ولا الأولياء، هذوما باش يدمروا المنظومة، هذوما باش يدمروا أولادكم. دائما وزارة التربية هي من وراء خلق المشكل بين المدرس والأولياء، في حين أن لو احنا هي الكل على المدرسة العمومية، على الفضاء متمدرس، على البنية التحتية، على إطار يعني نحبوا التلميذ يقرأ عند إطار مترسم مش تشغيل الهش، هذا الكل. أما الإرادة من وزارة التربية هو تأجيج الأمر يعني لتتسع الرقعة، وهكا مش الوزارة بركة هي في علاقة بصراع نقابي وزاري، هو المجتمع الكل صارع في النقابات هذه، في حين هذا غلط ومش صحيح. العودة المدرسية عندنا هيئة إدارية نهار الخميس، المشاكل اللي كانت موجودة ما زالت موجودة إلى الحد الآن، بل تراكمت مشاكل أخرى في علاقة بإعفاء المديرين، في علاقة بضرب الحركة الوقتية والحركة النظامية للتناظر المدرسة، إدارة المدرسة الابتدائية، المشاكل هذه الكل وزارة التربية تحكي على عودة مدرسية عادية. المشاكل هذه تنبأ بانفجار حقيقي، شكون باش يأمن العودة المدرسية؟ المدرسين 3000 أجورهم محجوبة، 170 مدير ما فماش، 9000 عون وقتي، وزارة التربية تتحدث على تحسين الأجرة وليس الانتداب، هذوما الكل المحمول عليهم تأمين العودة المدرسية يعانيوا في صعوبات، فيعني العودة المدرسية لن تكون كسابقاتها. منذ الثورة يعني على الأقل القطاعات التعليم ما طالبتش وقت القطاعات وقت الطالب وخوذ، الجامعة العامة للتعليم الأساسي ما طالبناش بتحسين الأجور، إلا أن أول حاجة قطاعات فاتت المدرسين في علاقة بالأجرة، وكانت تحركاتنا منذ 2014 و2015 إلى جانب تحسين المقدرة الشرائية اللي الناس كل ما عادش تخبى عليها في تونس، التضخم وهني الشهرية ما عادش تشد وما عادش تكفي وذي ما نحشموش به، فأن دعوتنا إلى أصلاح منظومة تربوية، إلى يعني قطع معها تشغيل الهش، إلى تحسين البنية التحتية، إلا أن كل من طالبوا هكا هذوما المطالب ما تخرجهمش وزارة التربية، وهذوما يطلبوا في الفلوس والبلاد ما عندهاش، يعني هذا كلام الحق يراد به الباطل. المنظومة التربوية في سكرات الموت، وإحنا ندعو إلى إصلاح المنظومة التربوية، ويعني إجهاز وزارة التربية بالطريقة هذه في علاقة بالمطالب وفي علاقة بتأجيج الوضع، ما ينجم إلا يزيد يدمر المدرسة العمومية ويفتح الباب على مصراعيه إلى القطاع الخاص وإلى المدارس الخاصة، وهذا التوجه
يعني عرفناه من وزارة التربية منذ سنين، يعني ضرب المدرسة العمومية وتحويل وجهة المدرسين والمتعلمين إلى القطاع الخاص.